تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6437 قضية، وضبط 1047 قضية مقاهي مخالفة، وغلق 3372 محلاً مخالفاً لقرار الغلق. وفي مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات، تم ضبط عدد 36284 سائق نقل جماعي. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية في أسبوع عن ضبط 8468 قضية تموينية متنوعة، من بينها 155 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 27223 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم فيها ب 3,675,105 جنيها، وضبط 20 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 196,589 لتر مواد بترولية لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8,293 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 841.5 طن، من بينها أكثر من 276.5 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقرابة 42.5 سلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء. وفي مجال المرور على المدارس لفحص السائقين لتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة وصلاحية المركبات، تمكنت اللجان التي تم تشكيلها بمختلف مديريات الأمن بمشاركة الجهات المختصة المرور على عدد 187 مدرسة وإجراء تحليل مخدرات لعدد 2022 سائق، وتبين إيجابية عدد 68 منهم، إضافة إلى فحص فني لعدد 1576 مركبة مدارس، وتبين مخالفة عدد 106 منهم لاشتراطات الصلاحية الفنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم إجراء تحليل للكشف عن متعاطي المواد المخدرة لعدد 4319 من قائد المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 463 منهم. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 226,240 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 46,071 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2293 قضية ومخالفة متنوعة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية 80,040 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 56,374,430 جنيه مصري. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1873 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة مالية بلغت أكثر من 5,900,406,000، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها. جهود أمنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.